دلوقتي تعالوا نشوف اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، كمان ايضا استعدادات النادي الاهلي لمواجهه سان داون في دوري ابطال افريقيا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان الصدق في القول والعمل، وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق. النهاردة هتقدم مغنية الأوبرا السوبرانو تحية شمس الدين بمصاحبة أوركسترا النور والأمل بقيادة المايسترو تامر فهمي حفل في ذكرى رحيل المؤلف الموسيقي الدكتور علي عثمان، وده هيكون الساعة 8 بالليل على المسرح الصغير. النهاردة هيخوض الأهلي ميرانو الختامي في الساعة 4 العصر على ملعب التتش، استعداداً لمباراة سان داونز الجنوب إفريقي اللي هتقام بكرة السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وهيتم فتح تدريب الفريق أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة وفقاً للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.